ازيكم؟ كويسين؟ مشاركة صغيرة، اجتماع صغير. نبتدي مزمور 65. زي ما انتوا عارفين انا مشغول بقالي فترة بالنفس ومقاصد الرب اللي مليانة مجد للنفس وبالحكمة في النفس انها ازاي تمشي ورا الرب الروح، لانه ايماني انه رب عمال بيعمل حاجات في الروح قوية وبيسكب حاجات في الروح قوية لأولاده لأبطال داود. لكن في بعض أحيان النفس بتبقى مش فاهمة تعمل إيه أو مش عارفة تعمل إيه وبتعيش بطريقة مختلفة. ولو أنت كنتش حاضر الأسبوع اللي فات أشجعك أحضره أو اسمعه. يعني مزمور 65 دي مبدئيا كده بحكي، يعني هو عدد 9. مهم قوي النفس تستطعم طعم جميل في حضور ربنا. مكتوب ذوقوا وانظروا ما ايه بالظبط كده. في حاجه طيبه في الحضور الالهي، ولو النفس ما استطعمتش طعم حلو او ما ادركتش ان معروض ليها في المائده المعروضه ليها طعم حلو، الكتاب المقدس يحكي عليه كالعسل كالشهد حاجه كده. يعني تقرا كل الايات، يعني مش عايز احكي، مش يعني لما اكل درج فوجدته حلوا في حلقي، في حاجه حقيقيه اسمها ان نفسك تستطعم الحضور الالهي ونفسك تشبع. النفس الشبعانه بتعمل حاجات كتير قوي. النفس المستطعمة حضور الرب بتدوس على حاجات كتيرة. النفس المستطعمة حضور الرب بتهدى. قال كده انعشوني بأقراص الزبيب لأني مريضة حبا. النفس اللي محتاجة محبة وبتستطعمها في الحضور الإلهي بتدوس على حاجات كتيرة جدا. مهم جدا نفسيتنا تدرك ان في طعم حلو في الحياه الروحيه. الحياه الروحيه مش مجهود بيتبذل وانا بعمل حاجه على حساب الجسد، وان كان ده موجود بعمل حاجه بالايمان، فالايمان مش لازم احس بولا حاجه وان كان ده موجود، لكن الايمان بيدخلني للطعم، والايمان بيدخلني للفرح، والايمان بيدخلني للراحه، والايمان بيدخلني اني استمتع. ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. في حاجة طيبة في الحضور الإلهي. تعهدت الأرض جعلتها تفيض، تغنيها جدا. سواقي الله، سواق الله ملآنة مية، تهيئ طعامهم لأنك هكذا تعدها. يعني في وفرة بركة، وفرة فرح، وفرة نعمة، وفرة. والنفس معروض أنها تعيش في حالة النعمة اللي فيها وفرة، بالإيمان بتخش لها، بس بالإيمان بتدقها، بالإيمان بتنظرها، بالإيمان بتمتلكها، بتحييها، بتصدقها، بتمتلكها. بس محتاج إنك تدرك إنك قدام مائدة من الرب. ناس كتير قدامهم مائدة مليانة طعم حلو بس ما بيدوش إيديهم. في طعم حلو في الروح القدس، في طعم حلو في الرب الروح، في زيت طيب طري جيد صالح، ولازم نفسك تشبع منه. لازم نفسك تشبع. يعني في زيت، في فرح، في دهنة، في شبع، في خبز. النفس طول الوقت بتفرك أو بتعمل، بتنهج بعد شوية وتقوم فصلة. والنفس لما بتفصل بتحس لكل حاجة وحشة، والنفس اللي بتفرك بتحس أنا بعمل مجهود، والحالتين غلط. فانا بفرك في النفس عشان اعمل مجهود، وده بي 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 ده مجهود. في بعض الاحيان ربي بيباركه، ربي بمراحم غنيه بيستجيب، بس ده مجهود، ده مش القصد. والنفس تقوم فركه عشان تعمل حاجه، ده زيت قديم. وبعد المجهود لان نفسه ما تعرفش تكمل كده، تقوم فاصله. اول ما تفصل بيبقى كل حاجه وحشه. فإما أنا مشدود لأن نفسي مشدودة، يا إما أنا فاصل
وحاسس ان كل حاجه وحشه. وده مش مقاصد الرب لاي حد فينا. مقاصد الرب اني نفسي بترتاح في الطعم الرائع اللي ليا في الروح القدس، لان الرب تعهد الارض ويجعلها تفيض. عدد عشرة، اروي اتلامها. عارفين يعني ايه اتلامها؟ اتلامها المشهد هنا كانه صحراء، والصحراء لما تتشقق الارض بتاعتها تتشقق، فالارض المتشققه بتعمل اخاديد. الكلمه اللي جايه يعني بتتشقق، فيبقى فيه شق ويبقى فيه اخاديد ناشفه جدا، وعلى على الحدود بتاعه كل منطقه بيبقى رمل ناشف. هو ده الاتلام، الحتة اللي اتشققت، الحتة اللي نشفت، الحتة اللي بقت خلاص يعني انهكت، النفس من جوه انهكت. فيقول انا اروي اتلامها، انا امهد اخديدها بالغيوث تحللها، يعني بالمية تقوم مدوب الحتة اللي اتشققت دي، والارض تبقى مستوية. مش محتاجة تعمل مجهود ولا محتاجة تفصل، لكن في حضور يقوم تعهدت الارض جعلتها ايه؟ تفيض. في حتة راحة وسلام لنفسك من جوه، محتاج انك تمد ايدك كل مرة تعبد الرب وتخش وتأكل منها، زي يوناثان. كلكم عارفين بحب يوناثان، انه مد ايديه واكل عسل وكل الشعب حواليه صايم علشان بيحارب. هو غلط ان اصوم عشان بحارب؟ لا مش غلط، بس غلط ان اكون بعمل ده بالنفس عشان زي ما كان شاول بيحاول يخلي الشعب يعمل، الملك شاول في العهد القديم. يوناثان في الوسط ده، في وسط كل ده، في وسط الحرب وفي وسط الشعب صايم علشان في حرب، امد ايده واشترى من العسل، فانفتحت عينيه وصدع الرب خلاص عظيم، وقام قال ابي قد قدر الارض. كتير بيبقى قدامنا عسل نازل من اجل اتلام نفسيتنا واخاديد نفسيتنا والحتت اللي نشفت والغله اللي انهكت اللي فينا، وفي عسل نازل. ده في الروح. يعني ايه في الروح؟ يعني بتخش بروحك، بتخلي روحك كده تتقدم. حكينا ده في الاسابيع اللي فاتت، لان عمال يمكن ده رابع مره ولا خامس مره بحكي عن النفس، ان الروح بتاعتك كده بتتقدم. الروح بتاعك الساجدون حقين يسجدون بالروح. ما اعرفش بتحضر، معظمكم بيحضرش الاربع، لكن احنا بنحكي انه كل حاجه بتحصل بتصلي من فوق، بتحارب من فوق. واللي بيصلي من فوق ده بيصلي من مكان الراحه. باركنا بكل بركه روحيه في السماوات، فهو بيصلي من مكان البركة، مش بيصلي عشان يتبارك، مش بيصلي علشان ينتصر، بيصلي من السماويات اللي فيها قد أكمل، it's finished، الانتصار حصل. الآية اللي في سفر القضاء في ترنيم الدبورة، من السماوات حاربوا. دي مش فكرة غريبة، كان مقدس هو اللي بيقول من السماوات بتحارب، من السماوات بتصلي، من السماوات بتنظر، من السماوات بتفكر. مش قصد الرب انك من تحت هستعمل، انا اسف ما اقصدش حاجه، انا بصوم لما يبقى في مواجهات وربي يقودني ان اصوم، فانا مش بهاجم الصوم، لكن مش بنتصر عشان صايم لانفس الحرب، بنتصر لاني باكل من العسل ايا كانت بعمل ايه، صايم او مش صايم، بصلي او مش. حد فاهم حاجه؟ وبالتالي يوناثان بيدوق الطعم الموجود قدامه. كتير بشعر، كتير بشعر انه في بيبقى في مائده معروضه قدام كثيرين مننا في الروح، بتحمل السلام، بتحمل دهن طيب للحته اللي نشفت والاتلام اللي بقت مشققه واخاديد كده مش جميله. اروي اتلامها، امهد اخاديدها بالغيوث، بيقوم بالميه يقوم مدوب ده، فتبارك غلتها. الايه اللي وراها لها علاقه كللت السنة. كللت السنة دي بيقولوها لما سنة تخلص، لما سنة تبتدي، باين مش عارف ايه ايا كان. القصة كلها مش كده، قصة كلل يعني حط اكليل على السنة. يعني ايه؟ يعني حاط بالسنة، يعني من شهر الى شهر، من اسبوع الى اسبوع، من دور الى دور، من يوم الى يوم، من سنة بتخلص لسنة جاية. القصة كلها انه عمل أحاط بها، كلل السنة بإيه؟ بالجود. ففي جود مستمر أيا كان، إذا أجاز التعبير، في 12 شهر، في 12 موسم للجود، زي ما في الكتاب المقدس سفر الرؤيا شجرة الحياة كانت تدي ثمرة كل شهر. ففي جود، في نعمة منسكبة طول الوقت، وأنا معروض لي أن أكون في موضع استقبال.
مكان الاستقبال للجود اللي نازل، مكان الاستقبال للطعم اللي في الحضور، مكان استقبالي للراحة اللي قد أكمل، هو المكان اللي ببتدي منه مش بوصل ليه. لو أنا تحت بحاول أصلي لفوق، فأنا بحاول أعمل ده بإيمان بصوم بالنفس المشدودة اللي بعد شوية يقول لها مشدودة 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 مشدودة، تقوم فصلة، وده طبيعي في النفس. وأما تفصل حس كل حاجة غلط وأنا غلط ومش قادر وفي إيه وكل حاجة مش عارف إيه، بقوم راجع شد تاني، بقوم شادد 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 وشد، بقوم حد فاهم حاجة ولا أنا بتكلم عن، بقوم فاصل وتستمر وتصور إن دي الحقيقة الروحية. الحياة الروحية مش كده، الحياة الروحية من العمل الخلص، مش من العمل اللي أنا بحاول أكمله، من العمل الخلص. هو أكمل العمل، هو قدم بصراخ وبدموع طاعة كاملة للآب السماوي. هو قدم، كلكم عارفين الآية بنقراها كتير في أشعياء 26، مبارك الرب الذي صنع لنا كل أعمالنا، صنع لنا كل أعمالنا. يعني ايه؟ يعني أنا بتحرك من العمل الخلصان اللي بقوته أنا بعيش كل يوم. فمن السماوات حاربوا، من السماوات صلوا، من السماوات باركوا، من السماوات استطعموا. لأن النفس مش ما بتقدرش، النفس ما عندهاش القدرة إنها تقدر تستمر. هي اللي شايلة المسؤولية وبتقود الحركة في حياتك أو في حياتي طول الوقت. ما بتقدرش. انت بتتصورش انك انت بتعملها بالنفس، بس ده اللي حاصل. لو انت مش بتستطعم، لو انت مش بتختبر، لو انت مش بتقعد وتدوق وتستطعم في روحك، لو انت مش يعني انا بحب اقول تعبيرات كتابيه، بس في تعبيرات يعني اللي هي انك تتواجد في العرش، تتواجد في النعمه، دي تعبيرات الكتابيه، ان روحك تتحرك لفوق، ترى نفسك في الحضور الالهي في العرش. نتقدم مش بس الى عرش النعمه، لكن الى 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 ربوات محفى الملائكه، الى حضور الرب. لو انت بتتواجدش في المكان ده، في حاجه في حاجه مهزوزه، لانه النفس هي اللي بتكمل، والنفس اللي بتكمل بعد شويه بتفصل، والنفس اللي ما بتفصل. فكللت السنه بجودك، اثارك تقطر ايه؟ محفوظه يعني دسم. ف أنا نفسي بس إن لأن حاسس إن عدوه كتير ممكن على آخر السنة كده يحب، بالعكس أنت تختم هذه السنة بقوة، وإن في دهن طيب وفي زيت طيب نازل لحياتك ولحياتك، فمش محتاج تضطرب لأي حاجة. بالعكس النهاردة هنبص على حاجات بسيطة من سفر نحمية عن إزاي تعمل مناورات في الروح وفي النفس لكي تستمر لقدام طول الوقت. مش لاقي كلمة غير مناورة، لأنه في بعض أحيان إبليس يحبك تكون ماشي وقوم إيه واقف في وشك كده، وأنا مش متحتها. وفي بعض أحيان النفسية بتاعتنا تقول وأنا مش متحتها كمان، بس دي نفسيا. في بعض أحيان ربي عايزك تعمل مناورة، في بعض أحيان عايزك تعمل مناورة وتقوم، ما فيش مشكلة أنك تناور وتكمل لقدام. في بعض أحيان عن بعد نفسي أنا بتشبث بطريقة نفسية لطريقة معينة في حياتي، ورب يبقى ناور. كتاب مقدس حصل في حاجات كتيرة زي كده، داود حصل في حياته كتيرة زي كده، يسوع نفسه المرات اللي يقولك لما هيرودس عمل حاجة في حتة يقولك فيسوع ترك المكان اللي هو فيه وراح حتة تاني. لما يوحنا قتل في الحتة دي يقولك أم يسوع، اقرأ في كذا شاهد في ثلاث مواقف في حياة يسوع يقولك يسوع أم ساب المنطقة دي وراح يخدم في حتة تاني. يسوع بيعمل ايه؟ بيناور. سفر التكوين، تكوين 15، دي انا ما زلت في المقدمة. يعني بعد هذه الامور صار كلام الرب الى ابرام في الرؤيا قائلا، لا تخف يا ابرام، أنا ترسل لك أجرك كثير جدا. الآيتين دول اللزاز، واحد واثنين دول اللزاز قوي. هو لسان حال ناس كثيرة فيكم لما تيجي تحكي معايا، وبيبقى لسان بعضكم من غير ما يجي يحكي معايا، اللي هو إيه؟ ربنا قال حاجة وما حصلتش،
ومجاي رميها عندي يعني، وانا واقف على طرف سلم، وانا مالي اتكلم معاه يعني، مش انا اللي وعدتك بحاجه. فكلام الرب الى ابرام بيقول له ايه؟ لا تخف، انا ترسل لك ايه؟ الواقع بيقول ايه؟ قال ابرام: ماذا تعطيني وانا ماضي عقيما مالك بيتي هو اليعازر الدمشقي؟ انت لم تعطيني نسلا، عدد ثلاثه، وهذا ابن بيتي، عبد بيتي يعني، وارث لي. ها الرب يقول له: انا ترسل لك، لا تخف، اجرك كثير جدا. فرد الفعل فين؟ ده وارث بيتي عبد، وانت قلت. والرب جاي هو يعني زي ما يكون ربنا هو اللي فتح الفتيحة يعني، هو اللي جه وقال له: انا ترسل لك، لا تخف يا ابرام، اجرك كثير جدا. انت اللي جبته لنفسك بقى، ده انت ما اديتنيش اللي انت قلت عليه. هتفهم حاجه؟ عشان كده بعضكم بعضكم بعد شويه ما بيصليش في البيت، او ما بيبقاش عايز ياخد خلوته. ليه؟ لانه اول ما بيفتح الحديث مع ربنا، وربنا دي كلمات مشجعه، يقوم مطلع له كل اللي في الكيس اللي قفله من الحاجات اللي ما حصلتش. انا بكلم ناس تانية مش انتوا. فاول ما تخش قدام ربنا، ربنا يديك حاجات مشجعه، يقول: ايه ده، بتديني حاجات مشجعه؟ طيب، ومفتح بقى دي ودي 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 ودي، ما اعرفش. فده اللي عمله ابرام. لذيذ ابرام، مفيش مشكله خالص. على أربعة: فاذا كلام الرب اليه قائلا: لا يرثك هذا، بل الذي يخرج من احشائك هو يرثك، ثم اخرجه الى خارج. هنا بصوا المفتاح في القصه دي، مفتاح مش لذيذ، بس المفتاح في القصة دي هو اللي خلى إبراهيم أبو الإيمان. المفتاح في القصة دي مفتاح لا يرضي الجسد ولا يرضي المنطق، لكن مفتاح في القصة دي هو اللي خلى لأول مرة يذكر إبراهيم كأب للإيمان في الشاهد ده. أخرجوا إلى خارج وقال: أنظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها، هكذا يكون نسلك. فآمن بالرب فحسبه له بر. معلش، إحنا توعظنا الشواهد كتير قوي، بس معلش من فضلك بص معايا القصة. الرب قام جال لإبرام وقال له: لا تخف، أجرك كثير جدا، أنا معك. أما إبرام مطلع له وقال له: فين الكلام انت بتقوله؟ انا الحارس بيتي العبد. قال له: طب تعال حبيبي برا الخيمه، عد النجوم. هي دي الاجابه؟ هي دي الاجابه؟ هو ربنا جاوب على ابرام في القصه دي بحاجه تاني؟ كان صمت في السماء لمدة نص ساعة، وأنا ما عنديش مشكلة، أنا بحب الصمت جدا 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 جدا. خلينا نحولها، بلاش برام، خلينا إحنا. رب يجي ليكي كده وانت تاخد خلوتك، شجعك أيه، تشجعك تقوم خبطاكي، أول حاجة تطلع فيكي: بس فين يا رب؟ فين كذا وفين كذا وفين كذا؟ ماشي. فرب يقولك: طب تعالي افتح الشباك، بصي لفوق، عدي النجوم. هي دي الإجابة. أشكرك يا رب، الحمد لله. ده اللي حصل مع إبرام. ما تغيرتش حاجة، ما حصلش حاجة، ما تغيرش أي حاجة. ده مش الموقف اللي عدى عليه فيه الرب على إبرام وقال له: مثل هذا السنة يكون لك ابن. ده مش الموقف اللي كان فيه كلمة للابن ولماذا ضحكت سارة والشهر والسنة اللي وراها بالزبط يكون له ابن وإسحاق يجي. لا 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 لا، ده موقف بساطة خالص. اطلع لي برا الخيمة، اطلع لي برا الحتة دي، اطلع لي برا الحتة الضيقة دي، وعد نجوم السماء إن استطعت أن تعدها. فآمن إبرام.
ازيكم. النفس ما ينفعش تقعد في حته ضيقه بتدور حوالين نفسها. كلكم عارفين الكلام ده، بس انا تكرار بينهض ذهنك النقي. والكلمه والقصه هي هنا كده. ابرام قاعد جوه الخيمه بيفكر في نفسه، بيفكر في الظروف، بيفكر في اليعازر الدمشقي العبد اللي هيورثه، وباصص لنفسه، باصص للخيمه، باصص لساره، باصص لكل حاجه، وبياخد خلوته. فالرب يجي جاي مشجعه، بس ابرام عنده لست حاجات ما حصلتش. عشان كده كان لازم الرب يقول له اخرج بره الخيمه. ملوش اخرج بره الخيمه عشان يعد نجوم السماء، طب لانه في مرات زي بعد كده قال له عد رمل البحر او رمل الارض. مش هو كان الخيمه دي على صحراء؟ كان ممكن جوه الخيمه يقول له عد الرمل تحت رجليك، كان مثل رمل الارض يكون نسلك. هو قالها له في حته تاني، بس القصه مربوطه بالخروج بره الحته اللي انت حشرت نفسك فيها او حشرت نفسيتي فيها وفضلت واقف فيها. ده جزء من المناوره، ده جزء من المناوره، ان نفسك بتخرج من الحته اللي فيها الدنيا قفشت وبتخرج لحته اوسع او فيها رحب. لان قصد الرب انه يعمل رحب للقلب. القلب لما بيتضغط وبيبقى مقفول في حته مقفوله، لانه انا اسف ما اقصدش حاجه، انا صعيدي اصلا، بس القلب يبقى صعيدي بمعنى انه متخشب متعصب واقف في نفس الحته دي، وهي دي هي دي هي دي هي دي. اخدوا عمل مناوره بيه، خلاه متسع، قالوا عد نجوم السماء. فجاه اتنقل ابرام من تركيزه من اليعازر الدمشقي ما تصورش ان ابراهيم قعد 1 2 3 575، ما تصورش، بس لمجرد انه فجاه اتنقل من الحته اللي فيها رمل تحت رجليه ومشهد ساره ومشهد نفسه الى عد نجوم السماء ان استطعت، فامن ابراهيم. يا سلام، فين يعني لو انا مراته والراجل ده جنبي كان قاعد مكتئب عشان اليعازر هو اللي هيورث، خرج ثانيتين ودخل، ايه اللي حصل حبيبي؟ عديت نجوم السماء؟ طب يعني بالظبط مين هيورثنا؟ ما اعرفش، بس هو عديت نجوم السماء خلاص، يعني بالظبط النهارده ايه اللي هيحصل؟ يعني نعمل ايه بالظبط؟ ولا حاجه، خرجت بره الخيمه عديت نجوم السماء ودخلت فرحان. انتوا كويسين؟ المشهد ده ليه ابعاد روحيه بالنسبه لنا، هو مشهد جسدي مشهد ارضي، بس انا كنت بصوره ليك بطريقه مبسطه عشان تدرك ان ربنا ما ردش على ابرام حاجه يمسكها، ما ردش على ابرام حاجه يمسكها. هو خرج نفسه، خرج نفسيته من حته ده، عمل مناوره مع نفسه، النفس اللي قاعده مكتئبه، قال له بس حرك نفسيتك بره الخيمه وارفع عينك لفوق، عد نجوم السماء ان استطعت، هكذا يكون نسلك. طب ما الرب قبل كده قال له نسلك هيبقى يغطي الارض كلها، من تكوين 12، احنا في 15، تكوين 12 قال لك ده تتوارث في نسلك جميع قبائل الارض. ما لوش حاجه جديده في قصه النسل، اللي هيبقى ليك نسل هو قالها له من 12. الحاجه الجديده عد نجوم السماء، بس اطلع بره الخيمه واخرج بره نفسيتك عشان تبقى واقف في الحته اللي فيها مناوره مع نفسك. فنفسك مش في حته ضيقه. بولس الرسول قال لكورنثوس كده، كلكم عارفين الشاهد ده، بحبه برده من كورنثوس الثانيه، لما قال لهم نفس قلبكم متضيق فيكم، كونوا متسعين كما نحن متسعين. بولس نفسيته كانت واسعه، مش عارفين دي؟ في بعض الأحيان بنخش فيها لأن احنا مشدودين، بعض الأحيان بنخش فيها لأن احنا عايزين حاجة حتى كويسة ورا ربنا، بس النفس المشدودة مشدودة مشدودة بعد شوية لأنها ما بتقدرش تكمل مشدودة، بترخي بتفصل، ولو بتفصل بيبقى كل حاجة وحشة بالنسبة لنفسه، بعد كده ترجع بتبقى مشدودة تاني. رب يقول كون متسع، عشان كده الدنيا من فوق مختلفة، فيها زيت فيها نعمة، تعهدت الأرض تجعلها تفيض. فقالوا كرمل البحر، كنجوم السماء، المعروض ليك كنجوم السماء، لو جاز التعبير في لغة العهد الجديد، وعود الرب ليك كنجوم السماء، إن استطعت أن تعدها. بس خرج عينك، يعني خرج عينك. ببقى كتير في اجتماعات الصلاة، يعني كانت النهاردة مثلا واحنا بنسبح، عارفين اجتماع النهاردة كان ممكن يبقى شكل تاني خالص. كان في إمكانية إن نكمل هذا الاجتماع عبادة وصلاة وضع يد
لاياته عجائب، وما بقاش في كلمه، كان في امكانيه ان ده يحصل في الروح، كان في امكانيه ان ده يحصل. وانا النفسيه اللي تحب تعمل كده ليه؟ انا ما بحبش القالب، واي حاجه تقوم كسر القالب انا بنط عليها. كان في امكانيه لكده ليه؟ لان كان في حاجه في الحضور الالهي في النعمه نازله ان ده يحصل. بس ايه اللي بيحصل لو انا جوه الخيمه وباصص لارضي؟ ما بعرفش، ما لو كنا عملنا كده ما كانش الكل هياخد، لان البعض جاي انا عايز اسمع وعظ، او البعض جاي لازم يسمع كلمه تشجعه عشان يستقبل حاجه في الروح. برغم ان لو العباده خدت كل واحد فينا بره الخيمه ورفع عينه وعدى نجوم السماء مش محتاجين وعظ. انتوا كويسين؟ اوكي، تعالوا نروح لايه في كورنثوس. كورنثوس الثانية. كورنثوس الثانية ساعة 4 عدد 16. لذلك لا نفشل. عدد 15. جميع الأشياء هي من أجلكم. تعرفين ربنا طبعا بيقولش كلام شاعري، يعني مش كلام جرايد، بس ببساطة الكتاب المقدس بيقول إن كل شيء لكم. كل حاجة بتفتح حاجة تانية. كورنثوس الأولى 3، كورنثوس الأولى 3:21. طلعها لفوق سريع. فإن كل شيء لكم. إذن لا يفتخرن أحد بالناس. هنا بولس كان بيحكي عن الخدام، ولا ما تستخرش بأي خادم. القصة ملهاش دعوة بالخدام، القصة ليها دعوة بالرب. ليه؟ فإن كل شيء لكم. البعض ما بيدركش ده. ما هو لو أنا مصدق كتاب مقدس، أنا مصدق القصة كلها، أنا هل أنا بأخد الكلام ده بجد ولا مش باخده بجد؟ فإن كل شيء لكم. ممكن نصلي دلوقتي خلاص. هو قال فإن كل شيء لكم، دي تمشي مع نجوم السماء، تمشي مع نجوم السماء. إذا ممكن أغمض عينيا دلوقتي ومد إيديا واستقبل أن هو وعد أن كل شيء لنا ليا، كل أنا محتاجه أكثر مما أطلب أو أفتكر. إذا ممكن أصلي وأفتح إيديا واستقبل وأروح شبعان، لأنه هو قال فإن كل شيء لكم. فهي مش فلتة. يعني أنا هرجع للآية أنا عايزها، بس أنا عايزها فيها نفس هذا التعبير. أنا ليه فتحت الآية دي؟ عشان أقولك مش غلطة أنه قالها في مرة. أنا بحس أنا بوعظ، ما تستقبلنيش أنا مش بوعظ، في خبر كل شيء ليكي. مش أنا اللي بقول. ولو جيت قلتلي أنت قلت كل شيء لكم وما حصلش، هقولك وأنا مالي، هو اللي قال فإن كل شيء لكم. كورنثوس الثانية 4 عدد 15. لأن جميع الأشياء هي من أجلكم، جميع الأشياء هي من أجلكم، لكي تكون النعمة وهي قد كثرت بالأكثرين تزيد الشكر لمجد الله. جميع الأشياء هي من أجلكم. لو استقبلتها بالنعمة، والنعمة دي كتيرة، وهي قد كثرت بالأكثرين، يعني كل ما حد بيطلب بتزداد. كل شيء من أجلكم، وكل شيء ده بيوصل لأجلكم لأن دي النعمة، والنعمة دي كل ما بنكتر نطلبها بتزداد. هي قد كثرت بالأكثرين، ولما النعمة تزداد تزيد الشكر، لأن لما كل شيء ليا بستقبله بالنعمة والنعمة بتزداد، فبيزداد شكري، وده بيرجع لإيه؟ لمجد الله. ايه رايكم في الدايره دي؟ ببتدي من ان كل شيء لنا. ليه؟ لانه بستقبله بالنعمه، والنعمه دي بتزداد لان بتزداد احتياجاتي، وده بيؤدي الى زود الشكر، واللي بيزيد الشكر بيزداد مجد الرب.
من المكتوب في الكتاب المقدس عندكم برضو ولا عندنا بس؟ انتوا كويسين؟ معرفش بتقروا الكتاب المقدس ازاي، بس الكتاب المقدس هو اللي بيقول كده. يسوع فتح الباب لكده، قد اكمل، نحن من ملئه، نحن جميعا اخذنا نعمه فوق نعمه. ولو ما بتوقفش في حته الاستطعام بتاع النعمه اللي نازله، نفسك بتتشد، وبعد ما تتشد بتفصل، وبعد كده تتشد، وبعد كده تفصل، والاثنين غلط. بالمقابل انك تقف قدام الزيت او النعمه وتستقبل وتتنقع في حضور ربنا اللي النعمه التي نحن فيها مقيمين، فانت مقيم في النعمه. بقول التعبير كتير، انت مش بتعيش شويه في النعمه وبعد كده تعيش شويه في المجهود وبعد كده شويه في مش عارف ايه وبعد شويه في البدنجان، هي انت بتقيم في النعمه، والنعمه دي بتجعلك تستقبل كل شيء، ومن النعمه بتصلي، من النعمه بتحارب، من النعمه بتاخد، من النعمه. لذلك لا نفشل، الاهل وراها، لذلك لا نفشل في قصدك، في شلت في او امر ما حصلش في حياتك، ده مش وارد. انا في رحله، كل حاجه انا محتاجها من الرب هي في رحله. فاهدي يا نفسي، لماذا تنحني فيا يا نفسي؟ ترجي الرب. فاكرين الايات دي في سفر المزامير؟ يقول لك كنت اتدرج مع الصاعدين الى بيت الرب، فبيقول للنفس اطلعي للحضور الالهي، ما تفضليش قاعده متكعوره جوه الخيمه، اخرجي وارفعي، عدي نجوم السماء ان استطعتي. فجاه شفت، فجاه النور بينور، فجاه السويتش بيتغير. مرات ابرام، الراجل ده خرج، دخل السويتش بيتغير، ليه؟ عدي نجوم السماء، فامن فحسبه الله راه برا. وفي الموقف ده اول مره الرب يقول انه ادم بقى رجل ايمان، ده اول مره. يعني هو ترك، بس اول مره يقول لك فحسبه له الله برا، ده كان في الموقف ده. لما في السويتش اتحول من واحد بيقول اللي هيورث بيتي عبدي، لواحد فرحان جدا انه عدى نجوم السماء فحسبه له الله برا. كمل معي. ذلك لا نفشل، ان كان انسان الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما، خفت ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي. نحن غير نظرين الى الاشياء التي ترى، بل الى التي لا ترى. التي ترى وقتية، أما التي لا ترى فأبدية. يكونش ده اللي حصل مع إبرام؟ يكونش ده اللي حصل مع النفس؟ يكونش النفس ما بتتسندش باللي متشاف، لكن النفس ممكن تتسند باللي مش متشاف بالإيمان؟ يكونش النفس مش محتاجة كلام، لكن النفس محتاجة أنها تدخل إلى مداخل الحجاب عشان ترى وتعد نجوم السماء وتستطعم اللي في الروح القدس. أن النفس لما بتدوق ما هو موجود في العرش بتتغير كل حاجة فيها. غير ناظرين التي ترى، التي ترى وقتية، فتأثيرها في النفس وقتي. حد جاب لك هدية كده، الله جميلة، بس تأثير الله جميلة دي يقعد قد ايه؟ بس قعدتي في قعدة مع الرب واستطعمتي حاجة جميلة جوه، تأثير هذه القعدة مش كده. التي ترى وقتية، أما التي لا ترى فأبدية. والنفس بتحتاج أمور في الأبدية طعمها حلو. خليني أقرأ الآية اللي قلتها لك بلغتي عبرانيين. لازم تعمل مناورة، والرب عمل مناورة مع إبراهيم، خرجوا برا الخيمة، دي مناورة. مش ما عادوش خليه جوه الخيمة وانا هكلمك بقى، وانا هكلمك يا إبراهيم، وانا هكلمك جوه إبراهيم، لا جوه الخيمة، لا اخرج برا الخيمة، دي مناورة. عدد 18، بأمرين عديم التغيير لا يمكن أن الله يكذب فيهما تكون لنا. عبرانيين 6، أنا آسف، عبرانيين 6:18، بأمرين عديم التغيير لا يمكن أن الله يكذب فيهما تكون لنا تعزية قوية، نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا، الذي هو لنا هذا الرجاء كمرساة لإيه؟ جميلة الآية، مرساة للنفس. عارفين يعني إيه مرسى؟ في ترنيمة زمان مرسى وشط
ولينا مينا كده ايام ايام العز. مرساة النفس يعني النفس بقى ثابتة. المركب على البحر، البحر يطلع ينزل، لكن اللي بيخليها ثابتة ان في مرسى، بس المرسى في البحر هي لتحت ماسكة في الحجر او ماسكة في الرصيف. فالمركب تطلع تنزل بس مؤتمنة. المرسى بتاعتنا في قدس الأقداس، مش في رصيف ولا في قاع البحر. المرسى بتاعتنا في قدس الأقداس، واللي دخل بيها، اللي دخل بالأنكر ده، اللي دخل بالهلب ده بتاع المركب بتاعنا، هو يسوع المسيح. واخد الهلب بتاعنا وقام ثبته معاه في قدس الأقداس عن يمين الآب وقعد. والحبل اللي نازل من الهلب ده هو جاي لنفسيتك، ودي يقولك دي مرساة النفس بتاعتك. حد فاهم ده حاجة مهم جدا ان نفسك يبقى ليها مرسى وشط ومينا. ومهم جدا ان نفسك تدخل للمكان ده، ان نفسك تخش للمكان ده. لا، نفسك ليها. انا الاسبوع اللي فات قلته وتخضيته، مش عارف ليه تخضيته، ان النفس ابدية. وشكم بتخض تاني مرة تاني، مش عارف ليه. مش بس روحك ابدي، نفسك ابدي. روحك موجودة من قبل تأسيس العالم عند الله أبو الأرواح. نفسك اتولدت يوم ما روحك اتقابلت مع الجسد فصار آدم. برافو عليكم. إذن روحك موجودة، عشان كده من قبل تأسيس العالم، عشان اختارك من قبل تأسيس العالم. تفاصيل القصة دي موجودة في مؤتمر الشباب، اسمع أول وعظة. فروحك موجودة من زمان، بس نفسك الأبدية، لأنها نفسك ليه أبدية؟ لأنها عن علاقة اقتراب الروح الأبدي للتراب ده. فبتطلع نفس، والنفس اللي بتطلع من ملامسة الروح مع الجسد، النفس اللي بتطلع دي أبدية، لأن دي اللي هتعيش بيها الأبد. والنفس مؤتمنة. ليه؟ مؤتمنة يعني سكيور، يعني متعشى عليها، مقفولة، في أمان ليها. مؤتمن جاي من أمان. ليه؟ لأن في مرساة لهذه النفس داخل إلى مداخل الحجاب. نفسيتك، أنا عايز أقوله من القصة دي، نفسيتك ليها دخول لقدس الأقداس، لأن المرسة بتاعت النفس فوق. العهد القديم كل الآيات اللي بتكلم النفس كلها في العهد القديم بتاعت إلى متى أنت مضطربة يا نفسي فيا، تذكري يا نفسي، بارك يا نفسي الرب. كل دي آيات عهد قديم عشان تاخد النفس مرة تاني وتحطها قدام الرب. في العهد الجديد النفسك بتاعتك مفروض أنها تبقى موجودة قدام الروح القدس طول الوقت. ليه؟ لأن الروح دخلت، لأن الروح موجودة قدام الرب والنفس وراها. في مرسال النفس قدام الرب الذي هو هذا الرجاء. لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا، هو لنا كمرسال النفس مؤتمنة ثابتة تدخل إلى مداخل الحجاب، حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا، يعني إلى مداخل قدس الأقداس، حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرا على رتبة ملكي صادق رئيس كهنة إلى الأبد. عشان كده بيشفع من أجلنا عن يمين الآب. كل عايز أقوله إيه؟ إن في مرساة لنفسك في قدس الأقداس. فمن فضلك ما تخشبش نفسك في مواضيع، لكن كون حر. خلي نفسك تبقى حر، انها موضوع بقى مقفول اتحرك. مش اتحرك بمعنى انه ربنا مش هيعمل في حاجة، اتحرك بمعنى خلي نفسك تتحرك اليمين واليسار وتتحرك توصل للرب. في ناس بتوقف مشاكلها ما بين نفسيتها والرب، ويجي رب زي ما حصل، حباركك يا ابرام وحبقى كل حاجة جميلة، اجرك كثير جدا، ام حط الموضوع ما بينه وبين الرب. اللي حيورث بيتي عبدي، حبيبي تعالى. ما تحطش ده ما بيني وبينك، ما تحطش ده ما بين نفسيتي، ما بين نفسيتك وانا. اتحرك، عد نجوم السماء. خلاص، هتفهم يعني ايه منوره. ما تحطش حاجه ما بين نفسيتك والرب، ما تحطش موضوع لسه ما خلصش
ما بين نفسيتك والرب. مش معنى كده بقول لك انسى ترمخ عليه ربنا مش عايز يتكلم في... نو مش بقول لك كده. انا بقول لك انا اسف التعبير مش تعبير وعظي خالص انا اسف. المعاشرات الرديه بتفسد الاخلاق الجيده. ايوه صح ربنا يخليك ليا. لكن لما بتعمل مناورة نفسك بتبقى حرة انها تتحرك بحرية قدام الرب. عد نجوم السماء. فالمشكلة اللي انت حاططها قدامك بيتم التعامل معها. حد فاهم حاجة؟ نفس قصة ابرام. انا برجع لقصة ابرام. فخرج عمل مناورة بنفسه. هو اللي ربنا عمله المناورة دي. فوقف فاختبر. نحمية. عشان اختم. نحمية. الاجتماع هنا هو بيميل انه يكون تعليمي شويه فمش ببقى حريص ادي مفاتيح او تركات صغيره. مش نحمية واحد. بصوا هبص على مناوره تانية في كتاب مقدس بس بخطوات عمليه ونصلي. نحمية واحد هبص على ثلاث حاجات او ثلاث مفاتيح من نحمية ونصلي. نحمية طول الوقت بيعمل مناورات. يعني طول الوقت بيبقى عايز يتحرك عارف ان في حاجه قدامه وحاجه توقف. يعني في نحمية واحد هو سمع اخبار اورشليم وقلبه بياكله عارف ان ده الزمن لازم حاجه تحصل فيه. صباح الخير. حد هنا موجود عارف ان ده الزمن لازم حاجه تحصل فيه؟ اشكركم كلكم. نحمية في حاجه لازم تحصل وفي حاجه بتحصل اوريدي. في حاجه حاصله في السماوات. في حاجه حاصله لاستخدام الجسد الرب للزمن اللي جاي. في حاجه حاصله لوقفه مختلفه ونفسيات مختلفه قدام الرب. فنحمي عارف ان في تقدم لازم يحصل في حركه لازم تحصل. فعمل ايه؟ ام طلع وقف. اول حاجه في نحمي واحد وقف قدام الرب. بس ده صلاة. تقولي اوكي صلى يعني صلى وقف قدام الرب. قال يا رب لازم في حاجة تحصل. هو تقدم قدام الرب بس في حاجة تانية لازم يتقدم في الأرض. بس تقدم قدام الأرض ده قدامه مشاكل. قدامه يقف قدام الملك. قدامه يسافر لغاية أورشليم. قدامه أسوار أورشليم المهدودة. فقدامه حاجات كتير. بس ببساطة ما ينفعش إنك تدرك إن في حاجة في السماويات وما تحركش فيها في الأرض. أم وقف قدام الملك. وكلكم عارفين القصة. مش هقعد أحكي في القصة. يعني الملك قال له أنت عايز إيه؟ فصليت. على الأربعة في نحمية 2 قال للملك ماذا طالب أنت؟ فصليت إلى إله السماء. يعني دي نقطة حلوة إنه بس جانبية إنك ممكن تكون قاعد مع حد أو قاعد في قاعدة في البيت وتحس إن الموضوع دخلنا في حفرة والجو هيكهرب. مهم جدا 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 انك تقوم ايه وانت في وسط القعده كده تقوم رافع قلبك لفوق. حكمه اديني حكمه اتكلم مرد مردش. مهم جدا في الشغل في اي حاجه ماشي انه طول الوقت يا رب يروح الله انت اديني كلام او خليني اسكت. يعني مش هو ده الموضوع. فصليت. خلي بالك هو بيعمل ايه. هو بيتحرك لقدام. هو لازم يتحرك لقدام. فتحرك قدام قدام الرب وتحرك قدام قدام الملك وتحرك قدام انه سافر لاورشليم وتحرك قدام انه قعد يلف. اخذ يعني في عدد 11 جئت الى اورشليم وكنت هناك 3 ايام. قمت ليلا انا ورجال قليلون معي. لم اخبر احد بما جعله الهي في قلبي. لم يكن معي بهيمه الا البهيمه التي كنت راكبها. خرجت من باب الوادي ليلا امام عين التنين الى باب الدمن. صرت اتفرس في اسوار اورشليم المنهدمه وابوابها وعبرت الى الباب العين والى بركه الملك. عدد 15 صعدت في الوادي ليلا اتفرس في السور ثم عدت فدخلت من باب الوادي راجعا. ببساطة ايه اللي بيعمله نحمية؟ نحمية بيتحرك زي ما تحرك فوق بيتحرك تحت. واي حاجة بتقف قدامه بيقوم مدخل السماء فيها. هو 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 هيعمل اي مناورة عشان يكمل عشان يوصل. سيبك بكلمة مناورة دلوقتي. هو بيتحرك لقدام. واول ما تحرك لقدام تدت المناورات من العدو وتبقى ضده. بس اللي انا عايز اقوله ببساطة في حركة لازم تحصل منك لقدام. ولو العدو وقف قدامك ناور. ما توقفش نفسيتك قدام المقاومة. ما توقفش نفسيتك قدام أنا ابتديت أتحرك ورا ربنا وبعد كده حصل حاجة ملهاش لازمة. ده شعب الرب وقف ضد نحمية عشان يبني السور. وقف ضده
واحد كان عنده أوضة في 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 بيت الكهنة، واحد كان في الوقت ده من ضمن الكهنة وقف ضده. نحمية ما تحشرش، ده أنا عايز أصله ليه؟ لأنه هو بيتحرك لقدام، بيتحرك قدام قدام الرب، بيتحرك قدام تحت، فخلاص حيناور. جروا ناس في نحمية اتنين، سوري نحمية تلاتة، كلكم عارفين فاكرين ابتدوا يبنوا السور، مش حكي يعني معروفة قوي. واحد قال أنا مش حبني، جم ناس قالوا مش حبني مني خالص، لن نمد أيدينا، دول شعب الرب. وجم واحد قالوا أنا حبني قدام مخدعي، واحد حبني قدام بيتي. عندوش مشكلة نحمية، مش عم حد فاهم حاجة، ما استهانش بيوم الأمور الصغيرة، ما وقفش قدام واحد بيعمل حاجة صغيرة وماله بركة، واحد بيعمل حاجة كبيرة وماله بركة، واحد مش عامل أي حاجة وماله. تعرفوا حد بيتضايق لما حد يقول أنا مش هعمل حاجة؟ تعرفوا حد بيتضايق لما يكون جواه حاجة ورا ربنا واللي قدامه مش جواه اللي أنت بتقوله؟ هو ماله؟ حد فاهم حاجة؟ لزاز. نحمية طول الوقت قصة نجاح نحمية، مش قصة انه بنى السور، قصة نجاح نحمية طول الوقت عارفه لازم يتحرك لقدام، قدام الرب وفي الارض. وبالتالي في نحمية ثلاثة لم يستهن بيوم الامور الصغيرة، واحد حيبني قدام المخدع بتاعه very good. من اول اصحاح اربعة صنبلط وجشم وطوبيا الثلاثة بيحملوا الثلاث معاني بتاعت التدين والأمور العملية والأمور بتاعت إبليس بتاعت حاله، في كده ابتدى يقف قدامه ببساطة. نحمية أربعة ونحمية ستة، نحمية أربعة أربعة يقول لك اسمع إلهي لأن قد صرنا احتقارا، رد تعييرهم. عدد ستة، فبنينا السور واتصل كل السور إلى نصفه وكان للشعب قلب من العمل. على الثمانية، تأمروا جميعا معنا معا أن يأتوا ويحاربوا أورشليم ويعملوا بها ضررا، فصلينا إلى إلهنا وأقمنا حراسا ضدهم نهارا وليلا بسببهم. عدد 15، لما سمع أعداء أننا قد عرفنا وأبطل الله مشورتهم رجعنا كلنا إلى السور، كل واحد إلى شغله. نحمية ستة، لما سنع صنبلط وطوبيا وجشم العربي وبقية أعداء أني بنيت السور لم تبقى فيه ثغرة على أني لم أكن إلى ذلك الوقت قد أقمت مصاريع للأبواب، أرسل صنبلط وجشم إلي قائلين هلما نجتمع معا، تعال نقعد مع بعض. العدو بيعمل مناورة ببساطة، نحمي عمل مناورة. كانوا فكران أني عملان بي شر، ده تكملت الآية، كانوا فكران أني عملان بي شر، فأرسلت إليهم رسلا قائلا إني عامل عملا عظيما لقد أقدر أن أنزل. ما اكتشف إن كان في نبوة غلط علشان يدخلوه في حتة غلط تحققت. عدد 12، تحققت وهوذا لم يرسله الله لأنه تكلم بالنبوة علي. طوبيا وصنبلط قد استأجراه، لأجل هذا قد استأجر لكي أخاف وأفعل هكذا وأخطئ فيكون لهم خبر ردي لكي يعيراني. ببساطة العدو عمل مناورة، بس ببساطة نحمي عمل مناورة عشان ما يقفش في الحتة دي ويفضل محشور في الحتة دي. لكن عبر محتاج انك تدرك ان نفسيتك مش لازم تقف في حتة ضيقة قدام مشكلة او قدام هجمة او قدام حرب، انت بتتقدم قدام الرب وفي الارض، وانت ما تيجي تتقدم قدام الارض وفي حاجة واقفة مش لاقي كلمة غير مناورة. ليكن قلبك ونفسك متسعة، حاجة ما بينك وبين الرب ناور وكمل لقدام، وتلاقي الرب بيتعامل وبيرفع إيمانك. قلبي متسع، ليكن قلبكم متسع كما نحن عارفين آيات دي حلوة جدا في كورنثوس الثانية. ببساطة بيقولهم خلي النفس دي لأن قدام الرب في نفس متسعة بتحب الرب. كل شيء لكم عيناكم تريان ما لا يرى، عد نجوم السماء الذي لا يرى أبدي الذي يرى وقتي. أمين. مهم جدا نفسك ما تبقاش محشورة في العيان ببساطة،
وبتاخد العيان ده وتحطه ما بينها وبين الرب وتضغط وتفصل وتضغط وتفصل. ناور وخلي روحك تتقدم وخلي نفسك تتقدم نفسيتك دي الروح الرسولي. أنسى ما هو وراء وامتد إلى ما هو قدام. تعال نغمض عينينا ونصلي مع بعض.